السلام عليكم. السلام ورحمة. وش لقيت عمي شوشو؟ والله اتبع من جرة لفع هاجر وين؟ هذه جرة أمس. كيف تعرفها من الرايحة ولا كيفاش؟ شوف كيف تعرفها الجرة رايحة، تشوف الشلطة تاع الراس هذه. نعم. تاع الراس ديما تكون الاتجاه هذا، وتاع الذيل ديما تكون العكس هذه. هذه تاع الذيل وهذه تاع الراس، الراس تلقاه ديما يدير الشلطة هكا، معناها كان عاد رايح هكا يعود للشرق، وكان عاد تلقى في هذه تاع الذيل مشرقة باللي راهو مغربة باللي راهو مقفل. وهاجر تا وين؟ شوف هاو البارح وش دار هنا، هاي هاو هنايا هاو نقولوا دار كمين هنا للفار. هاجرت هاو مكان ناتس، هو دار كمين للفار هنايا، وهو جرت دغ الفار وتبعه، هاو تبعه، وهو الحكم على الفار، حكمه هنايا كله، وهو راح ديما ما عادش يطول. هاجرت وين ما عادش يطول، يرقد خاطر شبعان لازم يهضم. ايوه هاجرت وين عادي وكذا اللي بشرق يعود يخش نص جرك انا حق. لقيته؟ هاي ها وين؟ ها وين؟ دفع ها وشي هنايا شوفوا بسم الله ها ماشي هنايا ها وندير الكمين بتاعه يدير فيه للزرزوم وللشرشبان قرب الشيء قرب اروح ها ونقط في اللفع ها شوف كيفاش بسم الله تو نحيروه يخرج هذا هو اللفع ها وين بسم الله ملا كابل استحفظ يا شرف ها وين هذا هو عمك اللفع هذه يفعل الرمل وتاع الزيت هذه شوف حتى الكولور تاعها كيفاش معناها يشبه ال ريحي 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 وين رايحة ما خلوها ريحي وهذه هي هذه حياة البرية وكان محدثكم شوشو العلندي عاشق البراري وشكرا الى اللقاء وهاي شوف هاي ورينا كيف تغطس ورينا شوف هكا راهي تغطس هكا راهي تتموه تو باش تغطس ها تونا نحاولوا نوريكم كيفاش تغطس اقعد يقعد يريح هذاك انا تو كاش معي تلقى بلايصه هاي شوشه شوي تغطس فيها هاي الكريم هاي تو ايوه هاي تو نحششولها الارض شوي كاش ما تغطس يا ربي تغطس هاي دير الصوت شوف قرب كريم شوف كاين واحد يقول لك راهي توشوش بفمها وكذا وهي لا مش توشوش تاع الفم هو تحك في جلدها ظلي تحك في الجلد تاعها هكا جلد تحك في الجلد تاعها عن بعضها هاي شوفوا كذا شوف كيف توشوش شوف سبحان الله هذه هكا هاي باش تبدا تغطس تو شوف وري لهم كيفاش تغطس شوف وري لهم سبحان الله شفتوا كيفاش تغطس الافعى هاي هنايا شغل ظلي ترقص هذه يسموها الرقصة اللفعوية خلاص هنايا توك كي قساوت الأرض هاي حبست تو نزيدونا تو زيد تغطس ربي بالك راهي نعسيمي كل خطرة مرات يدور تركتور ومرات يدور الرمورك أيوا خلاص شوف خلي اقعد هاي شكرا للقاء وربي يعينكم إن شاء الله كان واحد